رجعنا مع حضراتكم مره ثانيه. كابتن صبري منيع، كنت بكلمك قبل الفاصل كابتن على الاسماعيلي. حضرتك يمكن كنت قلت لي انت حضرتك كنت متواجد في الازمه، بدايه الازمه بتاعت النادي الاسماعيلي واللي هي من سنتين، واحنا حتى الان يعني الامور لسه النادي الاسماعيلي متواجد فيها والكل بيحاول يساعد، يعني سواء بقى الاسماعيلاوي او مش الاسماعيلاوي كابتن، لان جماهير الاسماعيلي انا يعني اكتشفت ان مش بس هم اهل اسماعيليه، في ناس محبي النادي الاسماعيلي كتير جدا في كل محافظات مصر. مزبوط. نتيجه طبعا الشكل الفني الحلو اللي كان بيظهر بيه النادي الاسماعيلي في وقت من الاوقات واللي اختفى في الوقت الحالي. ايه الاسباب يا كابتن من وجهه نظرك؟ وبعد كده هكلمك على المباريات والماتش الاخير في مباراه الزمالك كابتن والهزيمه. شوف انت حضرتك يعني بتتكلم على جماهير او محبي الاسماعيلي في مصر، ده في الوطن العربي كمان يا كابتن. اكيد اكيد كابتن. تمام. كرة حلوه، كرة جميله. احنا كابتن كنا بنحب نروح نلعب في الاسماعيليه عشان جماهيرنا الاسماعيلي والكره الحلوه والاجيال الحلوه. طبعا اجيالكم وبعد كده ما زالت كانت فضلت مستمره لحد وقت قريب يعني. بالظبط. هم يعني من ضمن الاسباب ان في ناس في اسماعيليه ليها مصالح ان الاسماعيلي ممكن يقع، وهو الاسماعيلي واقع بيبقى ليه مصلحه، لو الاسماعيلي ماشي مش هيبقى ليه مصلحه. فالناس دي طبعا يعني قليلين في الاسماعيليه ومعروفين. وللاسف الشديد ان هم يعني بيدخلوا النادي بشكل طبيعي وكده يعني. فيعني هو اللي مخلي ليه النادي الاهلي على القمم باستمرار يعني. الادارات. الادارات اصلا يعني انا اقول لك ادارات الاهلي من الخمسينات لحد دلوقتي، لحد الخطيب يعني. ادارات متزنه وبتمشي على خط واحد ولاين واحد. انا هسال حضرتك سؤال، حد بيتدخل مع موسيماني؟ يعني الخطيب من الفلتات الكرويه اللي جات لما يبقى في مشكله اللي جات في مصر. لا، مشكله بتبقى بعيد عن الفنيات. حد بيتدخل مع لا لا خالص. وبعدين لا، ما حد يعني في كمان يعني عندك مدير كوره، عندك بعد كده لجنه تخطيط، يعني كل حد واخد. هو كابتن فاروق، انا بتكلم فنية. في القمه بتاعت النادي طبعا. وخلي بالك دي اهم حاجه، ورغم ان هو نجم اسطوري في كره القدم. انا بقول لك انا بقول يعني هو الخطيب فاهم كويس ايه اللي بيحصل في الملعب وكل حاجه. لكن عمره ما بيتكلم. ده اسلوب النادي الاهلي. عشان كده بيبقى فيه نجاح كبير جدا يعني. فمن ضمن الاسباب التدخلات يعني. انا يعني ما تجيب الخطيب كرئيس نادي وما بيتدخلش، وتجيب واحد تاني ما لعبش كوره وبيتدخل او عايز يتدخل، هتعمل ايه؟ حصل معاك كابتن؟ لا، انا ما حدش كان يقدر يعمل معايا كده. انا كنت بمشي. انا حصلت لي اقاله 3-4 مرات في حياتي يعني. من ضمنهم 3 مرات في الاسماعيلي عشان ما حدش يقدر يتكلم معايا خالص. بيجدوا ان في حائط صد معين في وقت طول. معين الامور بالنسبه طبعا لهم ما بيحبوهاش. قصدك انا يعني من ضمن الناس اللي غير مرغوب فيهم في الاسماعيلي. انا ما بتكلمش مع حد. في ناس بتتكلم مع الجماهير والبتاع. وانا ماليش دعوه بالكلام ده. انا ليا دعوه بشغلي وبس يعني. فكان بيبقى في تدخلات مش كويسه. اختيارات اللعيبه ما كانتش عن طريق الجهاز الفني، عن طريق ناس تانية. فانت اما تيجي تتكلم عن اخفاق نادي الاسماعيلي او عدم ظهوره بالشكل الجيد يعني او عدم ثبات المستوى، ثبات المستوى والكلام ده، في اسباب كتير. طبعا من ضمن الاسباب. طب انت قلت لي كانت النقطه مهمه جدا، ناس معينه ليها مصلحه معينه في عدم وجود اسماعيلي بالشكل الكويس والحلو احنا بنشوفه. حياتك وانت موجود، هل كان بتقدر تمنعهم ولا لا؟ انا اصلا انا عنيف شويه يعني. ولا دول تبع الاداره؟ لا لا، ولا كان يهمني حد. انا مشكلتي ان انا كنت عنيف شويه في انا عنيف في شغلي. ومؤدب جدا جدا يعني. انا مش ممكن اشتم اي حد ولا ليا ماليش في الكلام ده خالص يعني. لكن الشغل شغل يعني. فمن ضمن الكوارث ان انت النادي الاسماعيلي يمرنه مثلا 4 اجهزه في السنه. طب مين اللي يعني الراجل بيدخل؟ عشان انا لو داخل نادي جديد مش قبل شهرين عشان اتعرف بنسبه 60-70% على لعيبتي يعني. فالراجل ده ما بياخد 2-3 شهور وبيمشي. شهرين 3 وبيمشي وكده. ففي اسباب كثيره جدا للنادي الاسماعيلي برضه ما جاوبتش.